السلام عليكم في تمرين جديد التمرين الثاني دائما المحور الخامس لبروسيدور اي لي فونكسيون دونك السلسله التمرين الثاني يقول كالكولي دو لا دو دو نومبر اونتي يعني حساب المجموع تاع عددين طبيعيين او عددين طبيعيين اذا الطريقه سهله عندنا دو uh, فاريابل اللي هما العدد الاول والعدد الثاني والنتيجه راح تكون نتيجه واحده وهي المجموع اذا هنايا راح نعرفوا واش راح نختاروا هل هل نختاروا فونكسيون اللي نعطيوها مجموعه من المعطيات وهي تعطينا نتيجه واحده او نختار بروسيدير نعطيها مجموعة من المعطيات وهي تعطينا مجموعة من الحلول إذا الاختيار راح يكون على فونكسيون لأن الفونكسيون راح تعطينا نتيجة واحدة ولازم تعطينا نتيجة واحدة في ملاحظة فقط البروسيدور يقدروا يمدوا نتيجة واحدة يعني ما مشكل أن نديروا Procedure في بلاس فونكسيون دكار. ولكن لما يكون عندنا مشكلة فيها أكثر من نتيجة ما نقدروش نديرو فونكسيون الفونكسيون لازمها نتيجة واحدة إذا المعطيات اللي لازم تديهم الفونكسيون هذه أول حاجة لازم تدي الاسم تاعها الاسم تاعها مثلا راح يكون صوم الاسم تاعها راح يكون صوم هي تحتاج أن منا أنو نمدولها احنا دو نومبر دو نومبر اوكي اللي هما احنا نمدو و بي بار اكزومبل ا ا يكون بيان اونتي و بيان ريال المهم التيب يكون اه, كيما تحبو هو دوموند منا اونتي و اونتي أنتي. أوكي. نعطيها ا و بي اونتي وهي راح تعطينا نتيجه بار اكزومبل فاريابل اس هو النتيجه ويكون بيان سور اونتي لانه مجموع العددين الطبيعيين هو عدد طبيعي مجموع العددين الحقيقيين هو عدد حقيقي اذا هذه هي الرسم تاع الفونكسيون اللي راح نديروها اذا راح نجيو راح نجيو نحولو هذا الرسم الى الى كود الى خوارزمية اذا نبداو اول شيء مع الموكلي اللي هو فونكسيون لازم نديرو فونكسيون فونكسيون البعد هو الاسم تاعها الاسم تاعها هنا هو صوم الاسم تاعها صوم لي بارامتر هما المعطيات المعطيات اللي نمدوهم لها هنايا يعني عندنا ا اي بي ا virgule بي لانه عندهم نفس التيب راح نديرو لهم بيناتهم virgule برك اونتي ونسكرو لي بارامتر خلاصو لي بارامتر هادو لي بارامتر اوكي وهي عندها التيب روتور لانه قلنا هي تعتبر كفاريابل هنا عندها تيب دو روتور هو نفس النتيجة اللي احتمدها اللي هي اونتي اونتي دونك نجيو لي فاريابل اللي تحتاجهم هي لي فاريابل اللي تحتاجهم هي جيست تحتاج اس اس هو الريزولطا تاعها باه تخدمو توجدو وفي الاخر تعطيهولنا اس دو بوان اونتي دو بوان اونتي من بعد debut jusqu'à la fin راح نكتبوا هنايا الكود تاعنا الكود تاعنا هنايا واش اللي هو اس يساوي اس رسوا ولا يساوي أه تحبوا ديروها سهم بمعنى رسوا او تساوي ديراكتومون اس يساوي أه ا بلس b هذه هي العمليه العمليه هي اس يساوي ا بلس بي والتحت قبل لأن النتيجه راهي واجده بقات فقط أن الفونكسيون لازم تعطيني هذه النتيجه هي اللي تعطيها لي داكور هنايا لازم نديرو ريتيرن ريتيرن اس تعبوا ديروا ريتيرن روتورني او حتى حتى هذه الطريقه تبقى صحيحه الطريقه هذه صحيحه هي صوم هو اسم اسم يساوي النتيجه النتيجه هي اس يعني الطريقتين صحيحه سواء ريتورن اس او اسم الداله يساوي اس الطريقتين في زوج صحاح هذه هي لا أه أه تاع لا دونك واش بقى هنا عندنا اي ألغوريتم يتكتب بهذه الطريقه اذا راح نجيبو الفونكسيون لما تشوفو هنايا أه بتيت ريفيزيون قلنا هنايا هاو المكان تاع الفونكسيون بروسيدير وين نحطوهم اذا هنايا يعني عندنا الالغوريثم تاعنا هذا راح نجيبو الفونكسيون اللي خدمناها الفونكسيون هي هذه نهزوها كامل نروحو نحطوها في الالغوريثم تاعنا فوالا هنا نحطو لا الفونكسيون تاعنا كونترول في فوالا هكذا الفونكسيون راهي مخدومه حنا حبينا ديما نخدمو الفونكسيون وحدها باه نفهموها وحدها من بعد ننتيغريوها لالغوريثم هنايا دونك راح لالغوريثم تاعنا واش راح يكون اول حاجه لازم ليتيليزاتور لانه هذا هو لالغوريثم الاول خلاص اللي راح يتكزيكيتها دونك اول حاجه لازم الالغوريثم تاعنا يقرا دو نومبر اللي هما ا اللي هما مثلا اكس و لير لير اكس فيرغ بوين لير لير ديزولي لير اي فوالا لير اكس ولير اي هذو هما المتغيرات الحقيقيه تاع الالغوريثم

راح نعطيوها في بلاصه ال ا تاعها راح نعطيوها حنا اكس و ي لانه هما الحقيقيين تاعي اوكي اكس و ي هما تاع الالغوريثم بوين فيغول فوالا لما نحطو سوم اكس ي راح يجي اكس في بلاصه ال ا ال في بلاصه ال من بعد اس يساوي اكس بلس بلس ي روتورني اس لما يرتورني لنا اس اس هذاك يروح يتخبى في زد لما يتخبى في زد راح نديرو بتيت ميساج تاع لي فوالا أه... ديزولي اكرير اكرير ميساج دافيشاج اكرير ااا أه... اكرير زد باه ما في شي والنتيجه على الكونسول فوالا أه... دونك بقى لنا برك لي لزا... ل... فاريابل اللي استعملناهم هنا تاع على الالغوريثم هما اكس واي و زد لازم نديكلاريهم الفوق وما ننساوش التيتر معنا فوالا voilà, هنا عندنا اكس فيرجيل ي فيرجيل زد دو بوان اونتي لانه نفس التيب اونتي والتيتر راح نخيروه مثلا مثلا اكزو دو لا اكزرسيس اكزرسيس دو اوكي okay. ما نستعملوش لي كاركتير سبيسيون نستعملو غير تيري وهذا هو التمرين الثالث الى اللقاء ان شاء الله في التمرين التمرين عفوا الثالث ان شاء الله